بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن الملك يحفظه الله. ما يقال في الصلاة على الجنازة؟ بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن هذا الدين العظيم أيها الكرام الفضلاء الذي بين فيه ربنا تبارك وتعالى حياة الإنسان مذ أن يكون حملا في بطن أمه حتى يلج إلى قبره، فجعل هذا الدين العظيم لنا ما يجنز فيه الإنسان ويستر فيه ويدخل فيه إلى قبره معززا مكرما في هذه الحالة. ولذلك هذه الأحكام وأحكام الجنازة لم يترك هذا الدين هملا، وجعل صفة لهذه الصلاة، وألفت كتب أيها الكرام الفضلاء في أحكام المقابر ورسائل علمية. يعني لا تعتقدون المسألة سبحان الله أنها تركت هملا، هناك رسالة علمية بعنوان سبحان الله، وهذه الرسالة يعني من الرسائل الجميلة جدا، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية. وهذه كانت عبارة عن رسالة علمية قدمت لنيل الماجستير للباحث عبد الله بن محمد السحيباني. فتأمل سبحان الله أن هذا الدين العظيم يجعل في أدق التفاصيل التي تغيب على الإنسان، فإنه يجعل له أحكاما في مثل هذه الأمور. يتكلم لك عن صفات صلاة الجنازة. أول ما ينبغي أنك أنت تأتي إليها أنت الآن، فلابد أنك تعرف صلاة الجنازة هذه لها تحريم وتكبير وتحليل، لها تحريم وتكبير وتحليل، ويستقبل فيها القبلة وتصلى بإمام وصفوف، ويمنع المصلي فيها من الكلام، وهذا عليه إجماع أهل العلم كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة. وذكر أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى صلاة الجنازة فإن لها تحريما وتحليلا، ونهي فيها عن الكلام، وتصلى بإمام وصفوف، وهذا كله متفق عليه. وأيضا ابن حجر في فتح الباري قال سماها صلاة، يعني يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها، ويكبر فيها، ويسلم منها بالاتفاق. وهذه صلاة الجنازة أيها الكرام الفضلاء فيها النية، ولا تصح صلاة الجنازة من غير نية، وهذا اتفاق المذاهب، نقله ابن عابدين في حاشيته، ونقله الخرشي في شرحه على مختصر خليل، ونقله النووي في المجموع شرح المهذب للشافعية مختصر خليل هذا للمالكية، ونقله ابن قدامة في المغني. والدليل إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإن والماء الكافة المكفوفة، هذا يدل على أسلوب ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، أسلوب الحصر. وإنما تثبت الشيء الذي بعدها وتنفي ما عداه،
والذي بعده هو الأعمال بالنيات. طيب، هل يجب تعيين الميت؟ لا يجب تعيين الميت، يكفي أنك أنت لك تنوي أنها صلاة جنازة، وليس شرطا أنك تعين من؟ تعين الميت. وهو مذهب الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لي ماذا؟ قالوا لي عدم توقف المقصود على ذلك، المقصود صلاة الجنازة، وإن لم يتعين وإن لم تعرف من هو الميت ليس شرطا، ليس شرطا في ذلك. ثم بعد ذلك حدد الشارع الكريم ما يكون في هذه الصلاة، يعني صلاة الجنازة، حتى ننتبه لها ونعرف أركانها واجباتها إلى غير ذلك. ولا سيما أننا الحمد لله الآن هناك مساجد كثيرة تقام فيها صلوات الجنازة، فعلى الإنسان أن يعرف كيف تكون هذه صلاة الجنازة، وما هي الأركان التي تكون فيها. أولا كما قلنا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، يعني من الطهارة ومن الوضوء ومن استقبال القبلة إلى غير ذلك، مثل هذه الأشياء. أركانها 7 أركان: القيام مع القدرة لأنها صلاة، وقوموا لله قانتين. الركن الثاني التكبيرات 4. الركن الثالث قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. الركن الرابع الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية. الركن الخامس الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. الركن السادس الترتيب بين هذه الأشياء اللي هي الفاتحة، الصلاة على النبي، الدعاء للميت، تكبيرة أولى ثانية ثالثة. الركن السابع التسليم. من سننها الاستعاذة قبل القراءة، يعني قراءة الفاتحة، لكن ما فيها دعاء استفتاح، ما في دعاء استفتاح يا شباب. من السنن أيضا الدعاء لنفسي وللمسلمين بعد التكبيرة الرابعة. عند بعض المذاهب في دعاء، في بعض المذاهب أخرى ما في دعاء، سنفصل الآن. من سننها الإصرار في الصلاة، من سننها تكثير الصفوف بأن تكون 3 فأكثر. صفتها يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلا، وعند وسط الميت إذا كان أنثى، ويقف المأمومون خلفه كبقية الصلوات، ثم يكبر 4 تكبيرات بعد، ويرفع يديه في كل تكبيرة. وفي التكبيرة الأولى اللي هو تكبيرة الإحرام يستعيذ ويسمي ولا دعاء استفتاح ويقرأ الفاتحة. التكبيرة الثانية يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام. التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وستأتي معنا الأدعية الآن، ومنها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، سواء كان ذكر أو أنثى، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو قال وأعذه من عذاب النار. وإذا كان الميت أنثى نؤنث الضمير، وإذا كان الميت طفل أو سقطا نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، والفرط هو السابق يعني والمقدم، وأجرا وشفيعا مجابا، رواه البخاري. اللهم ثقل به الموازين وأعظم به الأجور، وألحق بصالح سالف المؤمنين، واجعله في كفانة إبراهيم، وقي برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر للرابعة
ويسكت بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أو يكبر لتكبير الرابعة ويدعو بعدها لنفسه وللمسلمين، اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعدا، ويسلم تسليمتين على اختلاف الصفتين، وكلها جائزة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها جائزة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا حرج فيها إن شاء الله. هذا الأمر يدلك على أشياء عظيمة جدا، حتى تعلم ما فيها، أن هذا الدين جعل حرمة للميت كما جعل حرمة للحي. وهنا وقفة أيها الكرام الفضلاء، للأسف الشديد نرى الناس في المقابر يطؤون المقابر في دخولهم إليها، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يطأ قبر مسلم أبدا، ولا أن يجلس عليه، لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر مسلم، فتنتبه لهذا. وهذا مشاهد كثيرا، أنت ذاهب لكي تدفن ميت أو إلى غير ذلك، فلا تفعل حراما وأنت تقوم بعمل مستحب وهو مساعدة أهل الميت. ننتبه لذلك انتباه كبير ومهم جدا أيها الكرام الفضلاء. طيب، الآن في مسألة الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، وقلنا وهذا فيه قولان مشهوران للمذاهب. القول الأول، يشرع الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام، وهذا مذهب المالكية والشافعية، واختاره بعض الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره الشوكاني وابن عثيمين والألباني رحمة الله على الجميع، لأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة. القول الثاني، أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء، وإنما يليها السلام، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية، واختار الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع، وقالوا لأن الدعاء في صلاة الجنازة بمنزلة القراءة في غيرها، فلو دعا بعد الرابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصل بين القراءة والسلام، كما يفصل الركوع بين القراءة والتسليم، ذكره أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ. وهذا كلها الحمد لله اختلاف تنوع، لأن هناك روايتين في صفة الصلاة على الجنازة عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالحمد لله، هذا من اختلاف التنوع، ولا ينبغي على الناس أنهم يجعلون ذلك بابا من أبواب الفرقة فيما بينهم، لا ينبغي أن يجعلون ذلك بابا من أبواب الفرقة فيما بينهم. الجنازة مفرد وجمعها جنائز، ويصح أن تقول جنازة وتقول جنازة، ولا حرج في ذلك. والجنازة بالفتح هو الميت، وبالكسر الجنازة هو النعش الذي عليه الميت. وجنز بمعنى ستر، وجنز بمعنى ايش؟ بمعنى ستر، وجنز بمعنى ستر. ايضا مما ينبغي ان يحرره الناس، انه لا يجوز الكتابة على القبور
الكتابة على القبور لا تجوز، كما نرى في بعض المقابر يكتبون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هنا يرقد فلان ابن فلان ابن فلان المتأول. كل هذا لا يجوز أيها الكرام، أيها الكرام الفضلاء. وأيضا من أحكام الجنائز ينهى عن هذا النعي الذي يكتب في الجرائد، تشوفون النعي هذا اللي يكون في الجرائد يا مشايخ وينفق عليه الأموال لغير ذلك، فهذا ينهى عنه، فهذا ينهى عنه. وعن حذيفة أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد، يعني النعي المنهي عنه بهذه الصورة من صور الجاهلية، هذا هو المنهي، إيش المنهي عنه؟ أن يجعل منادي ينادي في مجامع الناس فلان مات من باب الرياء وإظهار عظمته كما يفعل في الجرائد وغير ذلك، هذا منهي عنه، منهي عنه. أما أن نقول مثلا فيما بيننا والله فلان مات رحين نصلي على الجنازة، فهذا قد فعله النبي لما قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، يعني هنا أنه نعى يعني دعاهم إلى الصلاة عليه، يعني أخبرهم بموته، فإخبار الجيران لبعضهم بعضا بموت فلان والتواصي بالصلاة عليه في المسجد الفلاني إلى غير ذلك، هذا لا حرج فيه. نعم. الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن الإعلان في الجرائد قال هذا محل نظر وفيه ينفق مال كثير فتركه أولى وأحوط، فتركه أولى وأحوط. وقال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذا فيه استحباب تكثير الناس في الصلاة على الجنازة. ولذلك قال يا محمد موعدنا يوم الجنائز، هذا هو الفصل ما بين أهل السنة وأهل البدع والعياذ بالله، أن أهل السنة يكثر الناس على جنازتهم، أنتم شهداء الله في أرضه كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أهل السنن إلا النسائي من حديث مالك بن هبيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ميت يقوم على جنازته 3 صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة، ولكن حقيقة هذا الحديث في سنده ضعف، هو من رواية ابن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس، وإذا عنعن المدلس فالرواية فيه ضعيفة، لكن يكفي ما ذكرناه آنفا من حديث ابن عباس ما من رجل مسلم يقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه، وبالنسبة للمسألة التي ذكرناها آنفا أيها الكرام الفضلاء، وهي وضع أيضا الأشجار على المقابر، فهذا أيضا لا يجوز ولا وجه فيه لمن أخذ بحديث النبي لما وضع الجريدة على القبر أو على القبرين كما في الصحيح، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يشرع بعده لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد، فينتبه لمثل هذا. وفي مسألة حمل الجنائز أيضا ما يكون فيها من اتخاذ الناس ورفع الأصوات، وهذا منهي عنه ومحرم
لأنه من الأمور التي ينبغي ويجب فيها السكوت هو عند حمل الجنازة، عند حمل الجنازة أيها الكرام الفضلاء. فإنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصمت في ثلاث، الصمت في ثلاث: عند التقاء الصفوف والتحام الصفين، وعند تلاوة القرآن، وعند حمل الجنازة، وعند حمل الجنازة. فهنا لا ينبغي أنه عندما تحمل هذه الجنائز أنه كما يفعل الناس ويجعلون من الأصوات، ومنهم من يكبر ومنهم من يحمل هذه الطبلة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، فإنه ينهى عن مثل هذه الأشياء. فيلتزم الناس الصمت وعدم الكلام. لكن بعض أهل العلم قد أعل هذا الحديث وقال فيه بالضعف، وقال فيه أنه حديث ضعيف وليس عليه الكلفة، وأنه ليس عليه العمل لأن فيه ضعف. فيقال أنه إذا شيعت الجنازة فهذا المصير من مصائر أن الإنسان يتذكر هذا الموطن المهيب، فلا يكون محلا لمثل هذه الأصوات. ولذلك قال الشيخ بن باز: السنة لمن شيع الجنازة أن يتدبر مصيرها ومصيره وما يقال له وما تسأل عنه إليه، فلا يشتغل بدنيا ولا الحديث بها، بل يفكر في هذا المصير، الذي أنه سيصير إليه. ولا يشرع رفع الصوت، أيها الكرام الفضلاء. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة، وأفتى الشيخ بن باز في نور على الدرب، وكذلك الشيخ بن عثيمين، وكذلك الشيخ الألباني، قال: رفع الصوت بقراءة قرآن أو ذكر أثناء تشيع الجنازة بدعة، ومن صور هذه البدعة رفع الصوت بالتهليل، يعني يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وحدوا، اذكروا الله، أو يقرأ القصائد لغير ذلك. قول لهذا قالوا: وهذا فيه مشابهة للنصارى لما كانوا يرفعون أصواتهم بشيء من الأناجيل ومن أذكارهم وتمطيطهم وتلحينهم وتحزينهم إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. وهذا الكلام أيها الكرام الفضلاء باتفاق المذاهب، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، وعليه الإجماع، حتى لا يأتي أحد من الناس ويقول لك: يا أخي عندنا في الحنفية ما في مشكلة، في الأحناف يقولون كده. يقول له: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أيها الكرام الفضلاء. وفيه كما قلنا، وإن كان حديث ذكرنا الأول فيه ضعف، فقد جاء قال قيس بن عباد من التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب، قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه، وغيرهما، وهو موقوف صحيح.
وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني إسناده رجاله ثقات كما في أحكام الجنائز. ثم يقول شيخ الإسلام: واتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة، يعني رفع الأصوات عند الجنائز بالتهليل أو بالغناء إلى غير ذلك. وقال الإمام النووي في الأذكار أن عدم رفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة. طيب، المرأة هل تتبع المرأة الجنازة؟ فيه قولان للعلماء: يكره للمرأة اتباع الجنازة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقال به بعض السلف، والدليل نهينا عن اتباع الجنازة، وهذا من حديث أم عطية متفق عليه. ولم يعزم علينا، معناه نهينا نهيا غير محتم، لكن هذا من كلامها رضي الله عنها، وهذا مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى الأصل في النهي التحريم. طيب، القول الثاني، القول الأول قالوا يكره، القول الثاني يحرم عليها اتباع الجنازة، وهو مذهب الحنفية وقول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله لعموم القول النبي لقول معطية نهينا عن اتباع الجنازة، والنهي في التحريم، وأيضا لأنه يخشى عليها من الجزع، وقلة الصبر، وهذا يحدث عند النساء ولا شك. طيب، تغطية نعش المرأة، اتفقت المذاهب الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة على استحباب تغطية نعش المرأة بما يسمى المكبة بتضعيف الموحدة وفتحها. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع: والمكبة مثل الخيمة، أعواد مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر، وذلك لتستر عن أعين الناس كما قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب. وهذا فيه أن لما حضرت فاطمة الوفاء بضعة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس: لقد رأيت شيئا لما كنا في الحبشة وهي صاحبة الهجرتين يوضع على المرأة عند موتها، أصنع لك مثله؟ فصنعت فاستحبته واستحسنته فاطمة، وكان بعدي للنساء. ومما ينهى عنه أيها الكرام الفضلاء أن تغطى الجنائز بتلك الفرش والبسط المكتوب عليها من آيات القرآن، وهذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل، أن يجعل غطاء يتغطى به الموتى أو أن يجعل ستارا يوضع على الحوائط. نعم، حمل الجنازة، فإن حمل الجنائز فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. طيب، وحملها على الدابة، لا بأس بحملي على الدابة، لا بأس بحملي على الدابة لغرض صحيح كبعد مسافة وتنائي مقبرة، ما في حرج في ذلك، نص عليه الحنفية والمالكية والحنابلة وذلك للحاجة، والأصل أنها تحمل على الأكتاف. وكان من منهج الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يرى بحمل الجنازة على الدابة مطلقا، وقد مات في عمان الأردن رحمه الله وكان بجواره مقبرة قد امتلأت فأغلقت ولم يعد يدفن فيها، وكان أقرب مقبرة
وكان أقرب مقبرة إلى بيت الشيخ الألباني مسافة بعيدة تحتاج إلى أن تحمل الجنازة على الدابة. طيب والآن الطلاب أصبحوا في حيرة، ماذا يفعلون؟ الشيخ كاتب في الوصية لا تحمل جنازة على الدابة. قال سبحان الله، وإذا أرادوا أن يحملوها إلى المقبرة فيه مشقة، ما تحمل على أكتاف، المقبرة بعيدة كيلومترات بعيدة. قال فيأتي الأمر بأن تفتح المقبرة التي قريبة من الشيخ الألباني ويحفر له فيها قبر ويلحد فيها. سبحان الله. ولذلك دائما أيها الكرام الفضلاء، ولا نزكي على الله أحدا، إذا خلص الإنسان في نيته مع ربه فإن الله عز وجل يقيض له ما يعينه على القيام بالأمور الشرعية. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، عن الله على ذكري وصلى الله عليه وحمد عليه وصحبه وسلم. وهذا أوان الشروع في المقصود لما نحن فيه من الأذكار التي تكون وتخص في صلاة الجنازة. تفضلوا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حياكم. بسم الله. ما يقال في الصلاة على الجنازة. لقد ورد في السنة حديث عديدة تتعلق بما يقال في الصلاة على الجنازة وفيما يلي بيانها. ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وهو دعاء عظيم جامع محض فيه الدعاء الميت بالعفو والغفران والسلامة والنجاة والإكرام والإحسان، يؤتى به في هذا الموضع العظيم عند الصلاة عليه، وهو موضع يستحب فيه المبالغة في الترحم على الميت والدعاء له، لأنه قد أتى به أتي به إلى إخوانه المسلمين ليدعوا له وليسأل الله مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وإخالة عثراته. وهو دعاء ينفع الميت بإذن الله، وهو من جملة الأمور الدالة على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان. والسنة في هذا الدعاء أن يؤتى به بعد التكبيرة الثالثة، أما التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلى بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يؤتى بهذا الدعاء أو غيره من الدعوات المأثورة. وقوله اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة ستر الذنوب مع التجاوز عنها، والرحمة أبلغ لأن فيها حصول المرغوب بعد زوال المكروه. قوله عافه واعف عنه، أي عافه من العذاب وسلمه منه، واعف عنه ما وقع فيه من زلل وتقصير. وقوله أكرم نزله، النزل ما يقدم للضيف، أي اجعل نزله وضيافته عندك كريمة. وقوله وأوسع مدخله، أي وسع له في قبره وأفسح له فيه، وسع له كذلك منازله عندك في الجنة، لأن المدخل هنا المفرد مضاف فيه فيعم. وقوله أغسله بالماء والثلج والبرد،
وهذه الأمور الثلاثة تقابل حرارة الذنوب فتبردها وتطفئ لهيبها. وقوله ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من التنقية، وهي بمعنى التطهير أي طهره من ذنوبه وخطاياه كما يطهر وينظف الثوب الأبيض من الدنس الذي علق به. وخص الأبيض بالذكر لأن إزالة الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. وقوله أبدله دارا خيرا من داره أي أدخله الجنة دار كرامتك بدلا من دار الدنيا التي رحل عنها. وقوله أهلا غيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ويبدله خيرا منهم، وهذا شامل للتبديل في الأعيان والأوصاف. أما في الأعيان بأن يعوضه الله عنهم خيرا منهم في دار كرامته، وأما في الأوصاف بأن تعود العجوز شابة والسيئة الخلق حسنة الخلق وهي الجميلة جميلة. هنا في مسألة، هل يقال هذا الدعاء للمرأة أيضا؟ قيل نعم. قيل طيب كيف إن المرأة يعني كيف إن المرأة إذا ماتت عن زوجها ولحقها في الجنة ولم تتزوج إلا زوجا واحدا فهو يلحق بها؟ قيل نعم، لكن الله عز وجل كما ذكر هنا يحسن خلقه التي كانت سيئة فين؟ في الدنيا. التي كانت سيئة فين؟ في الدنيا. فيكون هنا الإبدال إبدال شخوص وإبدال صفات، إبدال شخوص وإبدال صفات. وأيضا المرأة إذا ماتت وكانت قد تزوجت بأكثر من رجل، بمعنى يعني مات عنها زوجها ثم تزوجت برجل ثان وكلهم دخلوا الجنة، فهي لمن؟ قال لأحسنهم خلقا. أما إذا تزوجت بأكثر من رجل وقد طلقها، لا، هذا ليس له هذا الحكم، هذا ليس له هذا الحكم. إنما المقصود بذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله المرأة يكون أكثر من زوج، يعني كمان في حالتها مات عنها أبو سلمة وهي كانت زوجه وتزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال هي لمن يا رسول الله؟ قال لأحسنهم خلقا يا أم سلمة، تخير فتختار أحسنهم خلقا. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. طيب هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء فيه قول عند أهل العلم، هذا الحديث فيه أقوال عند أهل العلم، فمنهم من ضعف هذا الحديث، وممن ضعف هذا الحديث الإمام النسائي رحمه الله، وفيه من الرواة من هو أيضا متروك هو عبيد بن إسحاق. وعلى كل حال وإن كان هو متروك، أبو حاتم الرازي رضيه، وفيه أيضا سنان ابن هارون وهو ضعيف. فعلى كل حال فإن مثل هذا كما جاء بمثل هذه الروايات المختلفة، لكن ابن القيم رحمه الله أيضا قد ضعفه وقال تفرد به سليمان بن أبي كريمة
وأيضا ضعفه أبو حاتم، وأيضا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب. نعم تفضل. ثم سأل الله له دخول الجنة ونجاة من النار والسلامة من فتنة القبر وأن يوقع شرها وأثرها. ومما يقال في الصلاة على الجنازة ما رواه أحمد بن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهو دعاء عظيم شمل الميت المصلي المصلى عليه وغيره المصلين الأحياء منهم والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث والشاهد منهم والغائب، أن الجميع مشتركون بالحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. ومن دعا بهذه الدعوة فله بكل واحد من المسلمين والمسلمات المتقدمين منهم والمتأخرين حسنا، لما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، فذكر الإسلام في الحياة والإيمان عند الممات، وذلك أن الإسلام إذا قلنا بالإيمان يراد به الشرائع العملية الظاهرة، يراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام، لأن الإنسان ما دام حيا فلديه مجال وفسحة للعمل والتعبد، وأما عند الممات فلا مجال لذلك، بل لا مجال إلا للموت على الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بتوفيق من الله. ولهذا قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره أي الأجر الذي نحصله من تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا على مصيبتنا فيه، وأما أجر عمله فهو له وليس لنا منه شيء. قوله ولا تضلنا بعده أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتن والزلل بعد فقدنا له. من الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة ما رواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم عن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى جنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك ابن عمرك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، فإن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وهو حديث ثابت. روى مالك في الموطأ عن سعيد المقبري أنه استأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن لعمر الله أخبرك تبعها من أهلها من وضعت، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به،
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع موتى المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. وأحسن الله إليكم عليه الصلاة والسلام، بوركتم وبررتم. نعم جزاكم الله خير. ياكم سيد. بسم الله. أبو حلا جاهز يا فضل. الحمد لله بارئ الأنام، خالق الإنس والجان، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، مرسل الرسل بالبيان والتبيان، رافع منارهم في الملوان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على درج تاجهم الخاتم العدنان وآله وصحبه كل الفضل ساعة الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الحبر الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعشع القمران. فأول من آمن به خديجة رضي الله عنها. قال عز الدين أبو الحسن ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكمل على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذه قراءة في السير، سير عرب النبلاء، وصلنا إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام. وهذه نعم هذه فائدة، ودائما كان الناس يقولون ويفصلون أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، ومن الصبيان علي رضي الله عن أصحابه أجمعين. نعم نقول أول من أسلم على الإطلاق، أول من أسلم على الإطلاق هو خديجة. نعم لم يسبقها أحد إلى هذه المنقبة رضي الله عنها وأرضاها. تفضل. وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى الأموي وغيرهم أول من آمن بالله ورسوله وغيرهم. أحسن الله. نعم أحسن. وغيرهم أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبو بكر وعلي. وقال حسان بن ثابت وجماعة: أبو بكر أول من أسلم. وقال غير واحد بل علي. وعن ابن عباس فيهما قولان: لكن أسلم علي وله 10 سنين أو نحوها على الصحيح، وقيل وله 8 سنين، وقيل 9، وقيل 12، وقيل 15، وهو قول شاذ، فإن ابنه محمداً وأبا جعفر الباقر وأبا إسحاق السبعي وغيرهم قالوا أبو إسحاق السبيعي. نعم السبيعي، أحسن الله إليك. وغيرهم قالوا توفي وله 63 سنة، فهذا يقضي بأنه أسلم وله 10 سنين. حتى إن سفيان بن عيينة روى عن جعفر الصادق عن أبيه قال: قتل علي وله 58 سنة. وقال ابن إسحاق: أول ذكر آمن بالله علي رضي الله عنه، وهو ابن 10 سنين. ثم أسلم زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو بكر. وقال الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله وقبل الرسول. أول من آمن بالله إيش؟ وقال الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله وقبل الرسول. قبل الرسول رسالة ربه، وانصرف إلى بيته وقبل الرسول رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. نعم. وانصرف إلى بيته وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه. فلما دخل على خديجة قال: أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام؟
فإنه جبريل استعلن لي أرسله إلي ربي وأخبرها بالوحي، فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فأقبل بالذي جاءك من الله فإنه حق. ثم انطلقت إلى عداس غلام عتبة بن ربيعة وكان نصرانيا من أهل نينوي، فقالت نينوى من نينوى. أهل نينوى نينوى نعم نينوى في الموصل نعم أحسن الله إليك. فقالت أذكرك الله إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس قدوس قدوس. قالت أخبرني بعلمك فيه. قال فإنه أمين الله بينه وبين النبيين، وهو صاحب موسى وعيسى عليهم السلام. فرجعت من عنده إلى ورقة فذكر الحديث، وقد رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير بنحو منه، وزاد ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فتوضأ وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يفعل. انتهى الفصل يا شيخ. كمل. من معجزاته الأولى، وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه، وكان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة ينسك فيه. وقال سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة أحسن الله إليك عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وقال وليد بن أبي ثور وغيره عن إسماعيل السدي عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله، وقال هذا غريب. وقال يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، قد خضبه أهل مكة بالدماء. قال ما لك؟ قال خضبني هؤلاء بالدماء وفعلوا. قال تريد أن أريك آية؟ قال نعم. قال أدعو تلك الشجرة، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه. قال مرها فلترجع إلى مكانها. قال ارجعي لمكانك، فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. هذا حديث صحيح. وأيضا حديث تسليم الحجر عليه إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن، هذا حديث صحيح، وهو رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة. وجابر بن سمرة لما مات النبي كان عمره 10 سنين، ولذلك من هنا قال أهل العلم فكيف يكون التحمل يكون من عمر 5 سنين، ودليل ذلك ما روى البخاري في كتاب العلم في قصة محمود بن الربيع لما يقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر توضأ منها وكان عمري آنذاك 5 سنين. فمن هنا أخذ أهل العلم قالوا عمر التحمل من 5 سنين يتحمل،
وحكي عن جابر بن سمرة أن له كان له خد أجمل من الخد الآخر، فسألوه قال هذا الخد مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الخد مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فبالنسبة لحديث تسليم الحجر نعم حديث صحيح، أيضا وبالنسبة لحديث أيضا الشجرة التي أخذت تخط الأرض مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم، ومرت ومن غير أخدود، سبحان الله، مرت من غير أخدود. ولذلك روى الإمام الدارمي في سننه عن ابن عمر قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا النبي قال له وين رايح أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك في خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال طيب إذا نشهد إيش يشهد؟ قال هذه السلمة شجرة، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني تمشي في الأرض كده تسوي أخدود في الأرض، تسوي حفرة هي وماشية، حتى قامت بين يديه فاستشهدها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقول أشهد لا إله إلا الله، فشهدت ثلاث مرات ثم رجعت إلى منبتها. ولذلك أسلم الأعرابي وقال إن اتبعوني، ورجع لقومي وقال إن اتبعوني أتيك بهم وإلا رجعت فكنت معك. هذا أخرجه أيضا ابن حبان وصححه العلامة الألباني. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند قال جاء أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله. العذق اللي تعرفون غصن يعني اللي فيه التمر، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينزل من النخلة حتى سقط العذق الغصن للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ارجع فعاد فأسلم الأعرابي. هذا خرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الشيخ شعيب في تصحيحه للمسند. نعم، وهذه آيات حسية جعلها ربنا عز وجل دلالة على صدقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير نعم عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد الله عن كيف كان بدء ما ابتدى يا حدثنا يا عبيد الله عن كيف كان بدء ما ابتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل فقال عبيد بن عمير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرة، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية. التعبد يعني نعم. أما بالنسبة لقصة عداس قدوس هذه قصة ضعيفة لا يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قصة منكرة لا تصح. نعم تفضل. قال ابن إسحاق فكان يجاور ذلك في كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من شهر كان أول ما يبدأ به الكعبة فيطوف ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته وذلك الشهر رمضان خرج صلى الله عليه وسلم إلى حراء ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاء جبريل بأمر الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ. بمرطن مرطن مرط المرط المرط اللي هو يعني الملاءة التي تكون للنساء. نعم بنمط. تفضل. نعم بنمط ولا بنمط من ديباج. نعم. فقال اقرأ، قلت ما اقرأ؟ قال فغتني به حتى ظننت انه الموت، ثم ارسلني فقال اقرأ، قلت ما وما اقرأ؟ فغتني حتى ظننت انه الموت، ثم ارسلني فقال اقرأ، قلت وما اقرأ؟ ما اقول ذلك الا افتداء منه ان يعود لي. بمثل ما صنع بي، فقال اقرأ باسم ربك إلى قوله ما لم يعلم، فقرأتها ثم انتهى عني. وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا في هذا المكان. زيادة زادها يونس بن بكير عن ابن إسحاق وهي: ولم يكن في خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، فكنت لا أطيق أنظر إليهما، فقلت إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون. ثم قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي، فلأستريحن. فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، فقال: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك. ونحن قلنا في بداية كلامنا على مبعثه عليه الصلاة والسلام، قلنا أن هذه الرواية ليست صحيحة، وهذه رواية واهنة فيها الواقدي وغيره وفيها الانقطاع، وهذه رواية ليست صحيحة. نعم. فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ والله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا. ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عمي، وأثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها. ونحن قلنا هذا من بلاغات الزهري، قلنا هذه من بلاغات الإمام الزهري، وبلاغاته هنا ضعيفة وليست على شرط البخاري، وليست على شرط الإمام البخاري، وليس هذا من كلام لا من كلام عائشة ولا من كلام ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. وكان قد تنصر وقرأ الكتب، فأخبرته بما رأى وسمع، فقال: ورقة قدوس قدوس، والذي نفسي بيده لئن كنت صدقت يا خديجة لقد جاء الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقول له وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة، فلما قضى جواره طاف بالكعبة فلقيه ورقة وهو يطوف، فقال فلقيه ورقة وهو يطوف، فقال: أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره فقال: والذي نفسي بيده
إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذننه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه وقال موسى بن عقبة في مغازيه كان صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أول من رأى أن الله أرآه رؤيا في المنام أراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه فذكرها لخديجة فعصمها الله وشرح صدرها بالتصديق فقالت أبشر. ثم أخبرها أنه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان. قالت هذا والله خير فأبشر. ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجلسه في مجلس كريم معجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرنوق فيه الياقوت واللؤلؤ فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن الذي فيها من شق بطنه يحتمل أن يكون أخبرها بما تم له في صغره ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم شق مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء. وقال ابن بكير عن ابن إسحاق فأنشد ورقة إياك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك أيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاني الغوي المضلل فسبحان من تهوي الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاه في خلقه لا تبدل. وقال ابن إسحاق حدثني إسماعيل بن أبي حكيم أن خديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن عم إن استطعت أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءت قال نعم. قال فلما جاءه قال يا خديجة هذا جبريل. قلت يا ابن عم قم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام فجلس عليها. قالت هل تراه؟ قال نعم. قالت فتحول فأقعدت على فخذي اليمنى فتحول فقعد على فخذها. قالت هل تراه؟ قال نعم. قالت فاجلس في حجري. ففعل. قالت هل تراه؟ قال نعم. فتحصرت فألقت خمارها ثم قالت لا تراه. قال لا. قلت أثبت وأبشر فوالله أثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان. قال وحدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث هذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل فقالت إن هذا لملك وما هو بشيطان. أكمل القصة فيها 4 صفحات 5 صفحات إيش أكمل؟ نعم أكمل. وقال أبو صالح حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال لا أخبرني لا حدثنا الليث هذا الليث بن سعد الفهم المصري عن عقيل عن 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 عقيل عن ابن شهاب وليس الليث بن عقيل لا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثنا الليث عن عقيل يا شيخ ايوه عن عقيل احسنتم هو نعم. الليث بن سعد الفهم المصري نعم. حدثنا الليث طبعا هذه كلها الاثار انما هي اثار اخباريين كما في حديث موسى بن عقبة لما تكلم على قال أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ وموسى بن عقبة طبعا هذا فيه انقطاع
نعم نكمل إن شاء الله. تفضلوا. صلى الله عليه. أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائه يقول كان أول من أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك إلى قوله ما لم يعلم، فقالوا هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء، ثم أنزل آخرها بعد بما شاء الله. وقال ابن إسحاق ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في رمضان، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه. ولذلك حتى كما قلت لكم هذه أغلب الآثار في انقطاع، كذلك أيضا في قصة اجلس عند فخذ الأيمن وفخذ الأيسر ثم أنقذ خمارة، وهذا أيضا حديث لا يصح لأن إسناده منقطع. إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير لم يدرك خديجة رضي الله عنها، وإنما هو يروي عن التابعين، ولذلك الإسناد يكون معضلا أو مرسلا. ما معنى المعضل؟ هو سقوط اثنين من الرواة متتابعين، وهذا أيضا من أبواب من أبواب الضعف. يسأل السائل طيب ولماذا تحشى كل الكتب بمثل هذا؟ نقول إنما كما قال الذهبي والطبري إنما هم كما جمعوا أدوا إلينا، وهذا من أمانة العلمية في النقل، من الأمانة العلمية في النقل، وهم لم يشترطوا الصحة في كتبهم. نعم تفضل. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال همز جبريل بعقبة في ناحية الوادي، فانفجرت عين، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين ورجع. قد أقر الله عينه وطابت نفسه، فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم صلى ركعتين هو وخديجة، ثم كان هو وخديجة يصليان سرا، ثم إن عليا جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان، فقال علي ما هذا يا محمد؟ فقال دين اصطفاه الله لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده وكفر باللات والعزة. فقال علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاد أمرا حتى أحدث به أبا طالب. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث به أبا طالب. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا انظر في السند، قال يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال همز جبريل بعقبه. طب فين ابن إسحاق وفين جبريل؟ فهذا أيضا ندلنا هذا أيضا منقطع، لكنه كله تقال من باب كما قلنا الأخبار. تفضلوا، لكن هنا في مجلسنا نوضح ما يصح منها وما لا يصح. تفضل أكمل. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن عليه أمره، فقال له يا علي إن لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم أوقع الله في قلبه الإسلام، فأصبح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم إسلامه. وأسلم زيد بن حارثة، فمكث قريبا في شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال ما أصابت قريشا أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان موسرا إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى، فانطلق لنخفف عنه من عياله. ف
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه علي وآمن به. وقال الدارقطني عن عبد الله عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي. وقال الدارقطني وقال الدارقطني الدارقطني وقال الدارقطني عن عمر بن عبد الله بن محمد بن كعب القرظي قال: إن أول من أسلم خديجة، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وإن عليا كان يكتم الإسلام فرقا عن أبيه حتى لقيه أبوه فقال فرقا من أبيه حتى لقيه أبوه فقال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: وأذر ابن عمك وانصره، وازر ابن عمك وانصره. وقال: أسلم علي قبل أبي بكر. وقال يونس علي بن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عمت منه حين ذكرته وما تردد فيه. وقال إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما عتم أيوة ما عتم منه أحسن نعم أيوة حين ذكرته وما تردد فيه. وقال إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه: يا محمد. فإذا سمع الصوت انطلق هاربا، فأسر ذلك إلى أبي بكر وكان نديما له في الجاهلية. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال بالنسبة لهذا الحديث: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر، فإنه لم يتلعثم في قوله أو قال لم فما عتم منه شيء قط. فطبعا هنا أيضا هذا الحديث أيضا وإن كان ضعيفا في مبناه وإسناده لكنه صحيح في معناه، صحيح أيضا في معناه. فإن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه لم يكن منه أبدا تلعثم، ولم يكن منه أبدا تردد رضي الله عنه وأرضاه. نعم، صلى الله عليه وحمد عليه وصحبه وسلم. تفضلوا. أبا سعيد تفضل. نعم عمي بن نايف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن حضر درسنا وسمع. هذا كتاب الترغيب والترهيب للبدري رحمه الله، باب الترغيب في البكاء من خشية الله. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، البكاء من خشية الله تبارك وتعالى شوقا إليه عز وجل ورجاء لما عنده. لابد أن نعلم أن هذا البكاء أيها الفضلاء والكرام هو فطرة بشرية، والله عز وجل يقول: وأنه أضحك وأبكى. قال القرطبي رحمه الله: يعني قضى أسباب الضحك والبكاء،
وقال عطاء بن أبي مسلم أفرح وأحزن. لماذا؟ لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء، وهذا البكاء بما أنه فعل غريزي فالإنسان لا يملك دفعه في الغالب، ولذلك فإن الشريعة أباحته إلا أن يصاحبه ما يدل على التسخط، هذا هو الذي ينهى عنه، المنهي عن البكاء الذي يكون فيه تسخط على قضاء الله وقدره تبارك وتعالى. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، أشار إلى لسانه أو قال يرحم اللسان. وكم من حروف جرت حتوفا وأخرى دعت إلى خير منيف. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد ذكر البكاء 10 أنواع. البكاء يا أبا سعيد قفل الميكروفون، يا أبو سعيد أغلق الميكروفون. طيب نعم، حتى ننتهي بعدين تدخل تاني. البكاء يا شباب 10 أنواع ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله: بكاء الخوف والخشية اللي هو الآن ذكرها المنذر هنا، بكاء الرحمة والرقة، بكاء المحبة والشوق، بكاء الفرح والسرور، بكاء الجزع من ورود الألم وعدم احتماله، بكاء الحزن. طيب احنا قلنا بكاء الحزن وبكاء الخوف، ايش الفرق بينهم؟ الحزن يكون على ما مضى من حصول المكروه او فوات المحبوب، اما بكاء الخوف لما يتوقع حدوثه فين في المستقبل. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن ان دمعة السرور باردة والقلب فرحان، بينما دمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا الإنسان لما يبكي من فرح يقول هذا قرة عين أو أقر به عينه، أما في بكاء الحزن يقولون سخينة العين. ولذلك قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يعني نفرح به، بكاء يكون بكاء فرح. ومن أنواع البكاء بكاء الخور والضعف، ومن أنواع البكاء بكاء النفاق وهو دمع العين والقلب قاسي، ومن أنواع البكاء بكاء المستعارة والمستأجرة كبكاء النائحة، والنائحة وليست النائحة الثكلة كالنائحة إيش المستأجرة. يقول عمر رضي الله عنه: النائحة تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. الله المستعان. والنوع الأخير بكاء الموافقة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، كما قالت الخنساء ترثي أخاها. وهو أن إنسان يرى قوما يبكون فيبكي معهم كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل وجد النبي يبكي وبكر يبكي رضي الله عن الصحابة أجمعين. مقصود الترجمة البكاء من خشية الله هو الذي يقوي القلب على العبادة ويملأه وجلا من خشية القدوم على الله عز وجل فيجتهد لفعل الخيرات. والبكاء يكون كذبا أيها الفضلاء الكرام، وجاء أباهم عشاء يبكون، وهذا بكاء الكذب. والبكاء أيضا يكون بكاء الإثم حينما يبكي الإنسان على فاسد أو على مجرم أو يبكي على حبيبته أو يبكي على أغنية،
ولذلك قال الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق، ويبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. هذا البكاء بكاء الإثم، البكاء من خشية الله من فضائله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، رواه الترمذي. ومن فوائده سبعة يظلم الله في ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينا، متفق عليه. من فوائده عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، كما عند الترمذي صح الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع من خشية الله وقطرة من الدم تهراق في سبيل الله، والأثران أثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، صح العلامة الألباني. يقول ابن عمر: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. والملائكة أيها الكرام الفضلاء، كما عند أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك، النبي قال لجبريل: مالي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. الله أكبر، حسنه العلامة الألباني. والعجيب أن هذا الحديث يا شباب من الأحاديث التي ضعفها الألباني ثم حسنها رحمة الله على شيخنا. وعن جابر عند الطبراني وفي الجامع يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. والأنبياء ربنا عز وجل قال عنهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قال: اقرأ علي القرآن، فلما قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كان النبي عيناه تذرفان، وفي رواية تهملان أو قال تهطلان. قال ابن بطال في شرح البخاري: وإنما بكى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة حال يوم القيامة. يقول عبد الله بن الشخير: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي والجو في جوفه أزيز مثل أزيز المرجل، رواه الإمام أحمد صحيح العلامة الألباني في الترغيب والترهيب. المرجل هو القدر الذي يغلي فيه الماء، الذي يغلي فيه الماء إلى غير ذلك. أيها الكرام الفضلاء، من الصحابة ابن عمر كان يقرأ: ويل للمطففين، فلما وصل لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى حتى خر، سقط من البكاء. الله أكبر. ابن مسعود مر عند الحدادين فوجدهم أخرجوا حديدا من النار، فقام ينظر إلى هذا الحديد المذاب ويبكي، فقال له اللي كان معاه اسمه سعد بن الأخرم: ما هذا البكاء؟ ليش تبكي البكاء هذا؟ لأنهم علموا بأن الأمر جد والحساب قادم، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. مسروق بن الأجدع، والنبي وكان عمر سماه مسروق بن عبد الرحمن، قال الأجدع شيطان: أنت مسروق بن عبد الرحمن. يقول: قرأت على عائشة فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فبكت وقالت: ربي
من وقني عذاب السموم. وأختها أسماء مثلها كما عند البخاري، تقوم الليل وتقرأ فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، وتبكي حتى بزغ الفجر. وهكذا كان السلف رحمهم الله. يزيد الرقاشي لما يعاتب على كثرة البكاء وقيل له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا، قال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس. والربيع بن خثيم يبكي، أمه تقول لي ابني أنت كأنك قتلت نفسك، قال أيوة يوم أنا قتلت نفسي، قالت من حتى نديها؟ قال نفسي التي بين جنبي. أما الشيخ بن باز رحمه الله رحمة الأبرار، هذا كان له من القلوب الرقيقة. وتجدون الشيخ الفوزان، الشيخ اللحيدان، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ بن عثيمين وغيره من المشايخ، والشيخ الألباني، وتسجيلاتهم باقية موجودة على اليوتيوب تشوفونها. بكاء عجيب، تتصل إمرأة بالشيخ الألباني، إمرأة من الجزائر، تقول يا شيخ رأيت رؤية، رأيت أن أنت ماشي قدام النبي وفي يدك مروحة تروح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا تذب عنه الكذب، فبكى وأخرج من في عنده في الدار رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا كلما رقت القلوب كلما بكت أيها الكرام الفضلاء. من الأسباب المعينة على رقة القلوب والبكاء أن نكثر من تلاوة القرآن، نتعرف على أسماء الله وصفاته، نكثر من قيام الليل، نكثر من سماع قصص الصالحين، نكثر من حضور مجالس الطيبين إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. شيخنا الشيخ الفوزان لما رأى الجنازة ودخل يصلي على الشيخ اللحيدان انفجر في البكاء. من أسباب رقة القلب والبكاء كثرة ذكر الله، كثرة تذكر الموت، الإكثار من الطاعات، أكل الحلال، الابتعاد عن المعاصي، كثرة تذكر القيامة. ولذلك يقول الإلبيري ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. يعني أقول لو بكيت الدم خوف ما أقول لك إن أنت في أمن. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. من أسباب البكاء زيارة القبور، التفكر عند رؤية النيران، والتفكر فيما يفعل الله عز وجل بأهل الباطل الذين يؤذون المسلمين. لما تجد 13 شهرا معذب يتمنى الموت ولا يجده، وكان يوما يسخر من أحد المشايخ ويقول له سأشكوك إلى الله عز وجل وهو يضحك، يقول له حقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك وهو يضحك. تمر به الأيام في آخر عمره يمنع الزيارة ويكتئب ويصاب بالتأتأة. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا ابتلى به كثيرا من خلق أيها الكرام الفضلاء. ولذلك الإنسان لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه إلى الندم تنام قرير العين بارئها، والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم. سأل الله عز وجل أن يرزقنا البكاء من خشيته تبارك وتعالى، وأن ينجينا من قحط العين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة، وهو يشتكي
من أن يكون حظه أن هذه العين تقحط ولا تبكي من خشية الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين عمروا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل يستعيذون من مثل هذه المواقف ومثل هذه الأمور. ويقول ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يعد جميع الناس مولى لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصعه متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذا ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. نعم تفضل يا أبا سعيد تفضل. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله. أحسن الله إليكم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو وجه الدلالة على الترجمة من هذا الحديث. هذا هو وجه الدلالة فيه على الترجمة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا كما قلت لكم من أسباب لين القلوب ودمع العيون الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء سبعة أصناف، تحت كل صنف من العدد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأيضا فيه الرجل والمرأة سواء كما في القواعد الأصولية أن الأصل في خطاب الشرع العموم، وكما قال النساء شقائق الرجال عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل الرجل إنما خرج مخرج الغالب وإلا دخلت معه المرأة. نعم أحسن الله إليكم. بل وإياكم، بل ويعلم أن المرأة أيها الكرام الفضلاء مهمة، والشارع أتى إليها، وكما قالوا وراء كل عظيم وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وكما مر معنا في سير أعلام النبلاء. فانظروا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها التي جلست مع النبي 25 سنة عليه الصلاة والسلام،
فبفضل الله ثم بفضل خديجة هيئ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت له البيت وكان الجزاء من جنس العمل. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب كما في البخاري وغيره. فكما حفظت بيت النبوة من كل صخب ومن كل نصب ومن كل تعب فالجزاء من جنس العمل. وانظروا إلى أسماء ذات النطاقين وماذا قدمت لهذا الدين ولهذا الإسلام فلقبت بذلك. فحمت النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم في الغار وكانت تأتيه بالميرة والزاد والطعام حتى خرج من غار ثور إلى المدينة في مهاجره صلى الله عليه وسلم. وهكذا انظروا إلى البخاري كان يتيما، الإمام أحمد كان يتيما، سفيان كان يتيما، الشيخ بن باز كان يتيما إلى غير ذلك. ولو كذلك كنا النساء لفضلنا النساء على الرجال، فما التأنيث لوجه الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. ولذلك في أعداء الإسلام إنما يقصدون هذه الحرب الشعواء على المرأة لأنهم يعلمون أن المرأة هي المجتمع كلهم، هي الأم وهي العمة وهي الخالة وهي الزوجة وهي البنت وهي المجتمع كلهم، فإذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم. السلام الله عليكم. وعن أبي ريحان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وذكر عينا ثالثة. وأبو ريحانة هو قيل اسمه شمعون مولى الأنصار، وقيل اسمه خليد، وقيل اسمه خليد. وهذا كما ذكرنا آنفا أيها الكرام الفضلاء يبين لنا عظيم البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، يبين لنا عظيم البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وإن بكاء الخلوة أعظمه من بكاء الجلوة، وإن بكاء الخلوة أعظمه من بكاء الجلوة. وأبو ريحانة قيل أزدي وقيل دوسي وقيل أنصاري، وكما قلت لكم اختلف في اسمه، فقيل هو عبد الله بن مطر، والأقرب أنه شمعون كذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة، وذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة. سكن عسقلان مرابطا، وكذا ذكره أيضا أبو الفتح الأزدي في أسماء من يعرف بكنيته، وأيضا ذكره ابن عبد البر في الاستغناء، قال أبو ريحان الذي يروي عن سفينة إلى غير ذلك من كتب الرجال في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس البغوي رضي الله وإياكم، البغوي رحمه الله في معجم الصحابة يقول: بلغني أن اسمه شمعون، شمعون. وقال ابن قانع في معجم الصحابة: أبو ريحان شمعون مولى الأنصار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا يوضح لك عظيم الحراسة في سبيل الله، ليحرس من ثغور المسلمين من أن يقع عليها الأذى من هؤلاء الكفار،
ويبين لك عظيم أيضا البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فانظر إلى عظيم هذين الأمرين كيف جمع بينهما. ولما قال عينان يعني صنفان نوعان من الناس لا يدخلون النار. طب لماذا عبر هنا بالعين أيها الكرام الفضلاء؟ لماذا عبر عن كمال الجسد بالعين؟ نعم مستقبلها يا شيخ مستقبلها لأن أيوة لأن هي الجارحة العظيمة التي يرى بها الأشياء لأن هي الجارحة العظيمة هذه من الجوارح اللطيفة العظيمة التي يرى بها الأشياء. نعم نعم والعمل يصدر عنها إذا رأت عملت. طيب ولما قال بكت من خشية الله يعني كما ذكرت لكم في أنواع البكاء العشرة هذا البكاء من خشية الله تبارك وتعالى خوفا له عز وجل ورجاء لما عنده تبارك وتعالى. طيب وهذه رحمة عامة لكل من اتصف بهذه الصفة ومن أعظم من اتصف بصفة الخشية من أمة الإسلام من هم أعظم من اتصف بصفة الخشية؟ النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين في العلماء يا شباب لا نتكلم هنا النبي فوق المقارنة نتكلم إنما يخشى الله من عباده إيش العلماء أيوة هم الذين طققوا هذا. نعم وعين بادت تحرس في سبيل الله يعني المجاهد في سبيل الله وبالأخص الذي بات يحرس ثغور المسلمين طلبا للأجر والثواب طلبا للأجر والثواب. نعم وأيضا قال أهل العلم يدخل فيها أيضا طلب العلم والجهاد في سبيل الله وغيرها من العبادات التي تجاهد فيها النفوس من حفظ الخلوات من حفظ الخلوات والبعد عن إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا ما تفعل عنه يغيب إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. وفي هذا الحديث الحض على البكاء من خشية الله عز وجل والخوف منه تبارك وتعالى وأيضا على الجهاد وطلب الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. نعم تفضلوا. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على عينين أن تنالهما النار عينا بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. نعم هذا على نفس المعنى على نفس المعنى السابق على نفس المعنى السابق. نعم ولذلك لما قال الراوي هنا حرم على عينين أن تنالهما النار سبحان الله يعني أنهما لا يدخلان النار لا يدخلان النار وهذا يدل لك على عظيم هاتين العبادتين البكاء من خشية الله وحراسة ثغور المسلمين تجب الذنوب وتغفرها وتستوجب الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرق النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يكتم اللبن حتى يعود اللبن في الضرع ولا حتى يعود يا شيخ حتى يعود يا شيخ أبا سعيد لأن حتى تنصب الفعل المضارع حتى يعود اللبن في الضرع. نعم
أحسن الله إليك. حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الله أكبر الله أكبر. أرأيتم خشية الله عز وجل سرا وإعلانا منجية من النيران، وكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، كل ذلك من أسباب الغفران وسببا للنجاة من النيران. لا يلج النار، ما معنى يلج؟ يدخل. طيب هنا الله، هذه الله هنا ايش؟ الله هنا ايش؟ الله هنا ايش؟ نور. نافية يا شيخ، نافية. الله هنا ايش؟ نافية. ايوه كلمة ايوه لا نافية صحيح، نعم لا يلج، نعم صحيح حسنتم بارك الله فيكم. الله هنا نافع ذلك الفعل المضارع مرفوع بالضمة، مرفوع بعلامة رفعه الضمة، لم يسبقه ناصب ولا جازم. أحسن الله إليكم. نعم لا يلج النار مفعول به، يعني لا يدخل النار. رجل بكى من خشية الله، أرأيتم الخوف من الله عز وجل؟ ولذلك كلما كنت تخاف من الله عز وجل كنت له مطيعا وعن معصيته بعيدا. ثم ضرب مثالا يتضح به المقال لاستحالة دخوله النيران حتى يرجع اللبن في ضرع الحيوان بعد أن حلي منه. هل يرجع اللبن في ضرع الحيوان بعد أن حلب منه؟ لا. وكذلك لا يدخل النار من بكى من خشية الله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. حتى يلج الجمل، ما معنى الجمل هنا؟ البعير، الجمل. أيوة الجمل هو البعير، وليس كما قال الزنديق علي منصور الكيالي أنه الحبل. نعم قال ولا يجتمع غبار في سبيل الله. الله أكبر، لا يجتمع غبار في سبيل الغبار اللي هو التراب، يعني لكن التراب الدقيق يسمى الغبار، التراب الناعم الذي يكون عند الحركة في الرمال يطلع التراب، هذا يسموه الغبار. ودخان جهنم لا يجتمعان على المجاهد أبدا، الذي جاهد في المعركة مقبلا غير مدبر ودخان جهنم، والله يرحمه فلا يدخل جهنم بسبب جهاده وما فيه من التعب والمشقة. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، يعني هذه الأبيات التي نحن نقولها، قال عبد الله بن مبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب. هنا وجه الدلالة، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. ذكره في تاريخ الإسلام للذهبي، وفاة علي بن خليكان، سير علام النبل للذهبي، طبقات الشافعية للسبكي، وإلى غيرها في هذه الأبيات التي كانت ما بين الفضيل ابن عياض وما بين عبد الله ابن المبارك رحمة الله على الجميع. استمر فضيلتك، تفضل أتحفنا وأسمعنا وأطربنا بهذه الأحاديث الجميلة، تفضل. سعيد نعم نعم الميك كان مقفل، معلش يبحثوا عنك الشيخ، اسمعوا بس الميك كان مقفل معلش. طيب وسأسأل عنك فيروز الشطآن، جزاك الله خير.
حفظك الله ورعاك. تفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. بنفس المعنى انظروا إلى جمال الأحاديث، كلمات تتغير بطرق وروايات ولكن نفس المعنى، تكلأ يعني تحرس، سأل الله أن يكلأنا وإياكم. نعم، أحسن الله إليكم، آمين. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن معاوية وعن معاوية ابن حيدة أحسن الله إليكم وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى عينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعد بالله الحديث هذا، أعد هذا الحديث بالذات لأحبابنا الكرام الذين لما طال عليهم الأمد أيها الكرام الفضلاء من شدة ما يرون في وسائل التواصل أصبح عند الأمر عادي طالع في المرأة، عادي الأمر عندي، يقول لك هذا ما عمد به البلوى. قلنا له أنت من البلوى، بالله عيد الحديث ده مرة ثانية، الله يرضى عليك. نعم، أبشر يا حنا وعليك يا رب. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قال الأصوات ما هي مزبوطة يا شيخ، لا صوتك ولا صوت أخرج... أبو سعيد، ما أدري عندي ولا عندكم. أخرج وأطلع تاني، أبشر أنا أخرج وأطلع. حاضر. لا من عندك أبو نافع، الصوت كويس. طيب لك عم أبو نافع ما يقدرش يطلع ويخرج، خليه موجود. طيب تفضلوا تفضلوا بلا ثلاثة لا ترى، أعد تفضل. نعم أبشر شيخ. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى عينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. يا الله يا الله على هذا الحديث الأخير، هذا الكلام هذا أيها الكرام الفضلاء، وهو لنعلم عظم الكف عن محارم الله عز وجل، الكف عن النظر إلى الحرام، قرنه الله عز وجل مع العين المجاهدة والعين الباكية من خشية الله تبارك وتعالى، حتى نعلم عظم هذا الأمر. لا نتساهل لا نتساهل أحباب الكرام في مسألة أن الإنسان يكون جالس على هذه الأجهزة فتعرض له المرأة إلى غير ذلك، فيظل الأمر يظن أن المسألة مسألة عادية ولا شيء فيها. انتبه أخي الحبيب، أو أنه يمر بمقطع فيه موسيقى. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن يقول أنا أسمع الأخبار وتكون في أشياء فيها موسيقى، قال الشيخ بن باز رحمه الله قال أخفض الصوت، امنع الصوت، فإذا ذهبت الموسيقى واسمع. كذلك أخي وحبيبي في الله وأنت تسمع ذلك أيضا رضي الله عنك وأرضاك ووفقنا وإياك، لا تتساهل في مسألة أن ترى امرأة أنها تأتي أو إعلان يكون في نساء ويكون في متبرجات إلى غير ذلك، لأن هذا من الأسباب التي تؤدي عفى الله عنا وعنكم إلى قسوة القلب، هو استمراء الحرام، هو استمراء هذا الحرام أيها الكرام الفضلاء، هو استمراء هذا الحرام. ولذلك لكي نحفظ جسدنا من حرارة شمس 50,000 سنة، اللي هو كما قال ربنا تبارك وتعالى مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. المطلوب فقط نحفظ هذا العين من أن تنظر إلى ماذا؟ أن تنظر إلى حرام. وهذا ليس شيئا صعبا أيها الفضلاء الكرام، هذا ليس شيئا صعبا بإذن الله تبارك
بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إن الإنسان فقط عليه أن يربي هذه النفس، يربيها بخلاف ما تتمنى وتريد. والنفس كالطفل إذا تركته شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلا تترك العنان لهذه النفس أيها الفاضل الكريم، فتجد بذلك أنها يتسع الخرق على الراقة. تترك للنفس هذه العنان، تترك للنفس عنانها فيما تريد، فيصعب عليك ذلك. لا، ينبغي أن هذه النفس أنك أن تأطرها على الحق، وأن تقصرها على الصراط المستقيم، وأن تبعدها عما يشين، وكذلك تذكر النبي يقول لا تتبع النظرة، النظرة فإن النظرة سهم من سهم إبليس. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. صلى الله عليه الصلاة والسلام. أرأيتم أيها الفضلاء الكرام، وهذا يدلك على أن الإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل بالبكاء والدمع الثخين في أوقات الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. وفي ذلك الموطن النبي عليه الصلاة والسلام في بدر معروف، لما جعل له العريش ويصلي ويدعو ويبكي حتى سقط رداءه من فوق منكبيه، وأتى أبو بكر فالتزمه من خلفه، قال: كفاك مناشدتك ربك، لينجزنك الله ما وعدك يا رسول الله. الله أكبر. لينجزنك الله ما وعدك يا رسول الله. لا إله إلا الله. شيء جميل إنك أنت في تلك الأوقات تبكي لله عز وجل بدمعات ثخينات، فترى من الله عز وجل رحمة لك. طبعا معاوية بن حيدة القشيري البصري، هذا من أولاده بهز بن حكيم. احنا عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه اللي هي تسمى صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فهذا لما يقول لك بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، وهذا أيضا ذكرها أهل السنن، يذكرها أهل السنن. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم شيخنا، تفضل. أعد أنا معك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك. وليسعك بيتك. وليسعك العين المهملة الساكنة. وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك. خطيئتك. نعم. أرأيتم النبي عليه الصلاة والسلام، دائما الصحابة كانوا مهتمين بأسباب نجاتهم من هذه الدنيا، كيف ينجون في الدنيا والآخرة. فكانوا دائما يسألوا النبي، ما في واحد يسأل النبي قال أبغى فلوس أبدا،
كله يسأل النبي أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أكمل، أي المؤمنين أكمل، كيف النجاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دائما يسألونه عن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، والنبي كان يدلهم ويأخذ بهم إلى هذا الطريق. فهذا عقبة بن عامر الجهني يقول من نجا يا رسول الله، يعني ما هي الأسباب الموصلة إلى الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، وأن لي أن أتحصل عليها وأنجو بنفسي. النبي أعطاه هذه الثلاثية يا شباب احفظها، أمسك عليك لسانك يعني كف لسانك، احبس واحفظه عن قول كل شر، قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. من كان قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خير أو ليصمت، متفق عليه. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحديث معاذ ثكلتك أمك يا معاذ وليكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وكم من حروف جرت حتوفا أخرى دعت إلى خير منيف، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تهبي في نار جهنم، ويتكلم بالكلمة من رضا الله فيرفع الله بها درجات. وكم كلمة قالت لصاحبها دعني. فلذلك اللسان أمر عظيم، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج عند الترمذي وغيره. فننتبه لمثل هذا. وليسعك بيتك، يعني كن كحلس بال في بيتك، إلزم بيتك، تعبد، صلي، أذكر الله عز وجل، انشغل بالطاعة. إذا انشغل الناس بالفتن أنت انشغل بالطاعة، انشغل بالخير، اعتزل في بيتك عن الفتن، ارضى بما قسم الله عز وجل لك من زوجة ولد ورزق وسكن، وانظر لمن هو دونك في الدنيا لتعلم نعمة الله عليك، وانظر لمن هو أعلى منك في الآخرة لتعلم تقصيرك في جنب الله، وابكي على خطيئتك. هذا وجه الدلالة من الترجمة من ذكرها في الباب، وابكي على خطيئة، يعني اندم، اجعل وقت الفتن عند الناس وقت محاسبة لك، اندم على ما ارتكبت من ذنوب، وابكي بكاء حقيقي. وهذا فيه عظم بكاء الخلوة، وابكي على خطيئة بينك وبين نفسك، هذا أيضا فيها عظم بكاء الخلوة. وأيضا فيه الأمر بالستر على النفس عند المعصية، ولذلك كل أمتي معافى إلى المجاهرين، نسأل الله السلامة والعافية، يجاهر بمعصيته، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا فيها الستر على النفس، وفيها البكاء على الخطيئة، وفيها الانشغال بالذنوب وعيوب النفس، وفيها الإنابة والتوبة، وفيها الانشغال بإصلاح النفوس، والانشغال بتهذيبها، والانشغال بصلاح البيوت، وأن هذا كله من أسباب النجاة. نكتفي بهذا القدر في هذا الباب العظيم. نعم، باقي عليك الباب. تفضل 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 تفضل. أحسن الله إليكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته على خطيئته. هذا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. انظر لكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو على نفس المعنى السابق، على نفس المعنى السابق أيضا. وأما بالنسبة للفظة طوبى فليست كما يقول بعض الناس أنها شجرة في الجنة، فلم يرد في ذلك حديث صحيح. ولكن طوبى الطاء المهملة والواو الساكنة والباء الموحدة التحتانية والياء المقصورة هي الغبطة والسعادة التي لا يكدرها شيء، هذا معنى طوبى، هذا معنى إيش؟ معنى طوبى للسعادة التي لا يكدرها شيء. ولذلك تقول عائشة طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا، يعني يا لا سعادته. ولذلك
أصل الطوبة هذه على وزن فعلة من الطيب، من الشيء الطيب، يعني من الشيء الذي يكون شيئا طيبا، وهذا على ما هو في الحديث السابق أيضا من هذه الفوائد الجميلة. وهذا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه مولى النبي عليه الصلاة والسلام وراوية من الرواة، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فلزم النبي وحفظ عنه الكثير وأدى عنه الكثير، كما ذكر ذلك إذ في سير علم النبلاء. مات في حمص سنة 54 من الهجرة، لقبه ثوبان النبوي، ثوبان النبوي، وهو اسمه ثوبان ابن بجدد، وكنيته أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، من أهل السراء، سراء الجبال هذه اللي هي من مكة إلى اليمن. وقيل إنه حميري، وقيل إنه حكمي، قيل أنه أيضا حكمي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه واعتقه ولزم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو ممن شهد فتح مصر، وهو ممن شهد فتح مصر. وقيل في قوله تعالى وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قيل نزلت في ثوبان، قيل نزلت في ثوبان. وعن أبي العالي الرياحي أن النبي قال من تكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. روى له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن، وروى له البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، يعني روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري روى له في الأدب المفرد. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب اليوم ما في جامع بيان العلم وفضله؟ ما جاء الشيخ صفوان. طيب يا مشعل، جهزت النونية؟ نعم يا شيخ، عنده الكتاب حبيب. لا احنا الان سناخذ نونية، هي كل مره تنزل في البرنامج ولا يقرا احد، لكن الان من اليوم سيبدا يقرا علينا فيها مشعل من الباء من البيت 33 النونية الشافية الكافية في عقيدة الفرقة الناجية للامام ابن القيم. تفضل يا مشعل اقرا. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. بإسنادكم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، المتوفى سنة 51، في كتابه الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية، قال رحمه الله: وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، ووعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان. لم تجفأ المشتاق إلا وهي داء خيلة الستور بغير ما استئذاني، قالت: وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به. حسبك. نعم أحسنت. هو الآن هذه كلها براعة الاستهلال، وهو يتكلم ويقول إن هذه الحسناء في هذه الرحلة المباركة الطويلة صعدت على أعلى الصفا
وأنها قصدت هناك دارا ومكبل هذا الدار بقيود الهوى، ولعله يقصد دار الأرقم بن أبي الأرقم، أول مدرسة في الإسلام اجتمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يقريهم القرآن يعلمهم العقائد يعلمهم الإيمان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تعجب ابن القيم رحمه الله في هذا الوصف الجميل لشأن تلك الزائرة، أن كيف كانت تسير في تلك المتاهات بلا دليل وبسرعة الريح. قال حتى أنها بزت الدليل في خبرتها وبزت الريح في سرعتها، وكان اهتداؤها في مسيرها بذلك النجم الذي يسمى سعد السعود، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. الدبران اللي هو علامة النحس والشؤم، وأنها وردت آبار الدمع غزارا فاكتفت به عن كل ورد سواها. الله أكبر، شوف الجمال، يعني الدمع كان لها من أبواب الشبع وأبواب الري بعد العطش، وأنها ربأت بنفسها عن كذب الهوى، وكان زادها في ذلك ذكر الحبيب وصله المتداني. نعم، قال أكمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا، ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق المنان، بل عطلوا منه السماء. الآن يبدأ يدخل في الموضوع ويبدأ يتكلم عن مقالات جهم الفاسدة. نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله عز وجل بالنسبة لمقالات جهم الفاسدة، لأنها تحتاج أن نقوم بشيء فيها من التفصيل إن شاء الله عز وجل، ونجعل إن شاء الله عز وجل في بداية المجالس القادمة للتفصيل لهذه العقائد، لأننا سندخل من المجالس القادمة إن شاء الله عز وجل في صلب هذا السفر المبارك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر. إذا في أسئلة إذا في أسئلة تفضل. كم البيت كم اللي وقفنا فيها مشعل؟ شوف رقم البيت كم، أعطينا عن أبو نايف. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. 40 عم أبو نايف، تفضل. البيت 40 ها؟ البيت 40. طيب ممتاز، جزاكم الله ممتاز، أحسنتم، تفضل. نعم تفضل. شيخنا تفضل يا أبا سعيد، تفضل. شيخنا بالنسبة للمجاهرون المجاهرين نعم، لا يخفى عنك سماع الأغاني والتبرج والهذا أشياء، الإنكار بالقلب والتزري منهم، يعني عرفت يا شيخ بمعنى إذا استطعت أن تنكر معر الوجه إذا استطعت أن تنكر بلسانك بالنصح والتوجيه والإرشاد، فهذا كان في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا ما تمكنت فتنكر بقلبك
بتمعير وجهك ومفارقة المكان. يجوز الدعاء لهم يا شيخ؟ دعاء لهم ايش؟ بالهداية. ايه لا مانع، المسلم كل مسلم يدعى له بالهداية. قال كل مسلم يدعى له بالهداية وكل كافر يدعى له بالهداية ايضا، كما قال النبي اللهم اعز الاسلام بحب العمرين اليك، حتى الكافر تقول اللهم اهدي فلان. في فرق لما تقول اللهم اغفر للكافر وتقول اللهم اهدي، لا يجوز الاستغفار لهم لكن يجوز الدعاء له بالهداية ولا حرج. نعم ما في حرج. احسن الله لك. بعض الناس يقول احمد الله على الشيء اللي انت فيه، يعني ليش تنعر وجهك وهذا زي كذا، بعضهم يعني الله يهديهم. لا لا لا، صح انه من فعل المنكر ان يمعر الوجه فيه، كما فعل النبي مع الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم كثير عليه الصلاة والسلام. نعم ما في مانع في ذلك ان يمعر انسان وجهه، مع القول الحمد لله الذي عفانا وابتلى به كثيرا من خلقه، ما في تعارض بين هذا وبين هذا، ودلت عليه الأدلة كان في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وأيضا في قصة غيرهم لما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلي نظر المغضب. نعم ولا حرج. نعم أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، هذا كل يدل أنه كان يظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل تغيظ عليهم يوما فقال أبهذا أمرتم، فخرج عليهم وقد غضب واحمر وجهه احمرارا شديدا. كانوا يتنازعون في القدر كما من حديث أبي هريرة، فهذا كل يدل الأدلة في ذلك كثيرة، لكن الجاهل هو عدو ما يجهل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير شيخ، بس استفسار، ما صحة اللي هو تلقين الميت اللي هو إذا توفى وضعت الجنازة إنه الإنسان يقف على قبره ويقول يا فلان ابن فلان أذكر ما خرجت عليه مشهادة لا إله، وهذا الكلام هل هذا شيء وارد أو لا غير صحيح، وما المشروع قوله أو فعله في هذا الشيء؟ أي ممتاز. احنا ذكرنا في المجلس الماضي من فقه الأدعية والأذكار الأسبوع الماضي، ذكرنا هذه البدعة وقلنا إنما يلقن الميت حال سكرات الموت ولا يلقن بعد دفنه، إنما يلقن الميت حال سكرات الموت ولا يلقن بعد دفنه، وهذه بدعة لا مشروعية لها. النبي قال لقن موتاكم لا إله إلا الله، يعني عند احتضاره. أما من يفعل ذلك بعد الموت إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء، يقف على قبري ويقول كذا، هذا أولا فعله بدعة، وثانيا لا ينتفع به الميت، فإن النبي قد وضح لنا أننا بعد أن نقوم بدفن الميت قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو المشروع بعد دفن إيش؟ بعد دفن الميت. أما ما يفعلونه من ما يسموه التلقين فهذه بدعة منكرة ولا تجوز. نعم جزاك الله خير. إياكم يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ بالنسبة اللي هو عينين لا تمسهم النار، يعني اللي ذكرته يعني الأحاديث والهذا، هل طبعا أكيد مقصود العين تدل على الجسم كله يعني الشخص كامل يعني؟ أيوة نعم، هذا هو احنا ذكرنا هذا، ذكرنا قلنا ليس القصد هو العين فقط وبقية الجسد في النار، لا، إنما قيل بذلك لشرفها ولطفها، وأنها هي باب من أبواب الاستقبال ومن أبواب التعرف والفعل، فذكرت في الحديث من هذا الباب، والمقصود به الجسد كله. نعم
جزاك الله خير. طيب يا شيخ، لو أنا مثلا صليت مرة من الصلوات يعني ووقفت في الصف، وبعد ما وقفت وكبرت لقيت يعني فرجة أو يعني أمامي على اليسار شوية كان مكان فارغ، وبدأت أنا بدأت في الصلاة، إيش أسوي يعني؟ اسمه لبعيد مش مقابل لي، على اليسار كذا شوية المكان الفاضي يعني. هذا سيؤدي بك أن تخرج من صلاتك فما زالت الركعة الأولى. الأولى ما في مانع إن خرجت لذلك، لقول النبي لا تتم صلاة الصف المقدم صلاة الصف المؤخر حتى يتم الصف المقدم، ولقوله أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. فلا مانع أنك تخرج لكي تسد الفرجة وتكمل الصف، ما في حرج إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب الخروج أني أسلم على يميني بس سلام على اليمين ولا لا 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 لا. الخروج في الصلاة لمن انتقض وضوءه أو لغير ذلك لا يكون بتسليم أبد، يخرج هكذا مباشرة. جزاك الله خير، بارك الله. أما إذا كانت الفرجة أمامك فتتحرك إليها من غير أن تخرج من الصلاة، أما إذا كانت بعيدة أقصى اليمين أو أقصى الشمال فهذا لا شك أن هذه الحركة هي مبطلة كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره، فلا بأس أنك تخرج على حالك وتتم الصف. نعم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. شيخنا أحسن الله عليك، تفضل. كيف يحدث الإنسان نفسه بالغزو؟ أنه يتمنى كما قال الشيخ بن باز وغيره، أنه يتمنى أن يجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا شرعيا بضوابطه وأموره وتحت رايته ولي أمره. نعم، أحسن الله عليك. السلام عليكم. الله يجزيك الخير. بالنسبة للتكبير عند الركوع والرفع من الركوع، المذهب الحنفي ما هو موجود، لازم الواحد يعني يبقى هيك على حاله ولا لا لازم يلتزم بالأمر الركوع بالتكبير عند الركوع والرفع من الركوع؟ كيف ما هو موجود؟ قصدك رفع اليدين؟ إيه رفع اليدين. أيوة، لا 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 علاقة لك في ذلك، أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام ترفع. قال عن نافع عن ابن عمر، زعم ابن عمر أن النبي كان يرفع يديه في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواطن ترفع فيها الأيدي، فلا علاقة لك بأنك في مذهب كذا وكذا، أنت عليك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر هذه السنة بين الناس، نشر هذه السنة بين الناس، فلك الأجر إنك أنت كلما علمت شيئا أنك تنشره بين هؤلاء الناس. نعم، جزاك الله خير. طيب هاي الشيء سيدنا، الشيء الثاني سيدنا إنه تغيير المكان سيدنا بعد كل صلاة، شو الحكم في سيدنا؟ ما لا، أولا إنما المنهي عنه، إنما المنهي عنه أن توصل صلاة بصلاة، من حديث معاوية قال نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نوصل صلاة بصلاة إلا أن نخرج أو نتكلم، أقلها الأذكار. أنت ترى الآن في بعض الذين يتمذهبون بالمذهب الحنفي مباشرة يصلي الفريضة يقوم مباشرة يصلي النافلة، صح ولا لا؟ بس بغيره مكانه وسيدنا كلياته. أي خلاص، هو إذا غير مكانه ما في مانع، خلاص يعني خرج هنا من النهي والكراهة، ما هو الحديث واضح إلا أن نخرج أو نتكلم، فهو يتكلم قال وأقل أن يقول استغفر الله ثلاثا. والأمر الثاني هو لما قام وغير مكانه فقد حدث المقصود، حتى لا يظن من يراه أنه يصل صلاة بصلاة، إذا هو غير الآن المكان. ولكن الأفضل من كل هذا أنك تنشر السنة بين هؤلاء، يقول لهم يا جماعة اللي أنتم بتسووه هذا ليس هو السنة وصل صلاة بصلاة، يعني يقول لهم الله يرضى عليكم صحيح انك تجلس وان اذكار الصلاه من تمام الصلاه، وان اذكار الصلاه من تمام ايش؟ من تمام الصلاه. نعم، اقول لهم يا جماعه اجلسوا وترسلوا واجلسوا قل استغفر الله وتبدا انك تعلمهم ايش اذكار الصلاه بتؤدى وكذا. ولذلك انظر الحديث سبحان الله، والله هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام خلتان من حافظ عليهما
دخل الجنة، ومن يحافظ عليهما قليل وهما يسير. شوف سبحان الله، قال وش هما يا رسول الله؟ قال تسبح الله دبر الصلاة عشرا، وتحمده عشرا، وتكبره عشرا، فذاك 150 في العدد، وألفا وخمسمائة في الأجر. وإذا أويت إلى فراشك تسبح 33، وتحمد 33، وتكبر 34، فذاك 100 في العدد، وألف في الأجر. ومن يعد 1500 سيئة يسير ولا مو يسير؟ قال ومن يفعلهما قليل. كيف قليل؟ قال يأتيك الشيطان فيذكرك حاجتك بعد الصلاة فتقوم ولا تقولها، ويأتيك الشيطان عند نومك فيذكرك حتى ينومك وما قلت هذا ليش هذا الذكر. فنحن الفائدة اللي احنا بنجلس في هذه المجالس وفي هذه العلوم، كلما وجدنا خللا من جيراننا، من أصحابنا، من أحبابنا، ممن يجلس معنا، نبدأ نحن نعلمه السنة شيئا فشيئا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ومن دخل في الإسلام جديد يعلم السنة شيئا فشيئا، وهكذا قطرة مع قطرة مع قطرة ينهمر الخير. فلا تحقرن من الذنوب صغيرة، فإن الجبال من الحصى، وما هذه الجبال إلا حصى مع حصى. والعلم العلم عبارة عن قطرة مع قطرة مع قطرة، حديث مع حديث مع حديث، مجلس مع مجلس مع مجلس، هذه هي الفائدة. ولكن ما ينبغي الإنسان أن يجلس هكذا أطرش في الزف، وهو عارف الحلال والحرام وجالس ساكت ما يقدر ينبت ببنت ايش؟ ببنت شفا. لا يا اخي، هتف العلم بالعمل، فان اجابه والا ارتحل. ولذلك بركه العلم العمل به، بركه العلم العمل به. نعم سيدنا الله يجزيك خير. بالنسبه لتغيير المكان غير افضليه الحديث اللي انت ذكرته، في شيء انه وارد انه كمان لان الارض يعني لا 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 ما هذه مشكله، ما هذه مشكله الجهل. مشكلة الجهل يترك الواجبات ويترك المستحبات ويترك المندوبات ويتمسك بأشياء ضعيفة لا زمام لها ولا خطاب. لا أبدا، ما في أي حديث يدل لك أنك تغير المكان. كل ما هنالك أخذوا قول ربنا عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، سورة الدخان، قال لك الأرض تشهد عليك، وموطنك في الصلاة يشهد عليك، وموطن صعود عملك يشهد عليك، كل هذه حديث ضعيفة. لذلك أغلب هؤلاء يا عم طاهر، أغلب هؤلاء أنا ما وجدت أجهل منهم حقيقة فعلا. إن وجدنا آباءنا على أمة جهل عجيب. لذلك أنت الآن المسؤولية والأمانة في عنقك كبيرة جدا أنك تعلمهم السنة وتصبر على جهلهم وعلى رفضهم لك أحيانا، أو أنهم يسفهونك أحيانا أخرى، أو لكن استمر استمر، وديدنك وهجيرك في ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إيه نعم، قل لهم يا جماعة أنتوا تتركوا الواجبات والمستحبات والمندوبات وتتمسكوا بأشياء واهية وضعيفة ولا زمام لها ولا خطام. نعم الله يجزيك خير سيدنا. أنا كنت تعلمت سيدنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شو اسمه، أنه دبر كل صلاة أنه أقول أعددت لكل هؤلاء القاف في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله، كل هم وغم ما شاء الله، كل نعمة الحمد لله، كل رخاء وشدة أشكر الله، كل عجوبة سبحان الله، كل ذنب أستغفر الله، كل مصيبة لا أصل له. الله ولا مرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك دونك ما نحن فيه من فقه الأدعية والأذكار أو حصن المسلم نزلوا عندك على الجوال. نعم. هذا في الأدعية الصحيحة، والزمها سبحان الله، وابتعد عن بنيات الطريق وعما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي أنت تؤجر عليه اقتداء وتأسيا، وأنه وما ينطق عن الهوى. أما ما دون ذلك كلام مرصوف، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكيف نترك كلام مشكات النبوة الذي عليه البركة وعليه الخير وعليه الصلاح وعليه السداد، ونتعبد الله به ونؤجر عليه اختداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكلام مختصر بسيط وجميل من غير هذا الكلام الطويل الذي يرصف ويؤلف ويصنف ولا قيمة له ولا نؤجر عليه، بل أحيانا يكون في بعض ألفاظه شرك أو محرم
أو مكروه ونحن لا ندري. نعم نعم تفضل. أقول لك بالنسبة لصيغة التسبيح بعد الصلوات، هل الالتزام بالصيغة أحيانا يأتي بهذه وأحيانا بالأخرى؟ أنت عندك في صيغة التسليم بعد الصلاة عندك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهي المشهورة وهي التي الإنسان يعني يفعلها في كل صلواته. عندك بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وبعض أهل العلم ضعفها وبعضهم أو أثبتها. الصيغة الثالثة حديث عائشة السلام عليكم ويميل بها عن يميني، وهذا أخذها بها المالكية، أخذ بها المالكية. فالإنسان إذا كان يأم جماعة من الناس فعليه أن يلتزم بما هو مشهور عندهم حتى لا يؤدي ذلك إلى الفتنة والشوشرة وإلى اللغط في جماعة مسجده. أما إذا صلى بينه وبين نفسه فإن القاعدة تقول إذا وردت عدة هيئات في عبادة أو عدة صيغ في ذكر فمن السنة أن ينوع بينها في كل مرة وفي كل هيئة يأتي بهيئة مختلفة عن الأخرى لكي يكون قد جمع كل هذه السنن وأجر فيها جميعا. نعم أثابكم الله. كذلك التسبيح مثل ما تفضلت في جلسة واحدة التسبيح عندك فيه ست صيغ، التسبيح ست صيغ عندك 33 33 33، عندك 33 33 34، عندك 33 33 33، والتهليل تكملة المئة، عندك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، عندك سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه كلها صحيحة. عندك الصيغة السادسة لكنها موقوفة على ابن مسعود، هي سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، فهذه كلها صيغ، أنت نوع بينها، نوع بينها، مرة تأتي بهذا مرة تأتي. لكن إذا أردت حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا فلا بد أن يكون في يومك الخمس صلوات التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10 لكي تجمع 150 في العدد و1500 في الأجر. نعم بارك الله وياكم. طيب يا شباب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن نستغفرك ربنا ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.